السلام عليكم الغزالات ديالي، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. المهم البنات، اليوم جبت لكم واحد الكيكه سهله وبسيطه واقتصاديه وفي متناول الجميع. المهم نتمنى يا البنات تعجبكم، وللمبتدئات اللي ما كتصدقش معاهم الكيكه، المهم ندوزوا البنات للمقادير. جوج كيسان ديال الدقيق، كنحتاج نص كاس ديال الزيت. المهم البنات انا ما كنكترش الزيت، كندير نص كاس. كنحتاجو كاس لاروب ديال السكر الخشن، كيبقى على حسب الذوق. كنحتاجو نص كاس ديال الماء، الماء العادي ديال الروبيني. كنحتاجو قبصة ديال الملح. كنحتاجو معلقة ديال القهوة سريعة الذوبان. كنحتاجو جوج بيضات. كنحتاجو جوج صاشيات ديال الكاكاو. المهم البنات اللي بغى يدير صاشيه وحده لكم الاختيار. كنحتاجو جوج خمارات. المهم البنات هادو هما المقادير. ندوزو دابا لطريقه التحضير. البنات من بعد ما ضفنا كاع المكونات في الخلاط الكهربائي الا الدقيق والخمارات هما اللي كيبقاو، من بعد غادي نطحنو وغنتلاقى معكم. بعد ما خلطنا الخليط مزيان، دابا غنزيدو الدقيق بشويه بشويه على حسب الخليط. تقريبا ضفت كاس ديال الدقيق وجوج معالق ديال الدقيق، كاس وجوج معالق. المهم البنات كيكون الخليط بحال هكا هكا، وما قاسحش وما جاريش. المهم البنات بحال هكا ما كيتقطعش. المهم البنات دابا غنمشي ندهن المول وغنتلاقى. المول ديالي دهنتو بالزبدة ورشيتو بالدقيق. المهم البنات كنخوي الخليط بهذا الشكل هذا. من الاحسن البنات تهزو الفوق وتخويو. المهم من بعد فاش نساليها البنات من بعد فاش درت الكيكه ديالي في المول غندخلها الفران على فران بارد البنات، يعني بحال شعلتو. غندخلها ومن بعد غنطلقها. دابا غندير انصيب السيرو باش غنسقي الكيكه ديالي. اول حاجه غناخذ كاس ديال الماء. المهم البنات اللي عندها الحليب دير كاس ديال الحليب. كاس ديال الحليب كيجي من الافضل، كيجي زوين. مي البنات المهم انا درت لكم كيكه اقتصاديه، يعني اللي ما عندوش الحليب ما يحتاجش الحليب، غيدير غير الماء وواحد ثلاثه المعالق ديال السنيده ومعلقه كبيره ديال القهوه سريعه الذوبان. مهمة البنات انا غنخلط هذا الشيء وغنرجع معكم. غنديرهم فوق البوطه حتى يتبخوا مزيان، يعني حتى ينقص الحجم ديالهم حتى يولي شي نص كاس هكاك. ومن بعد هذاك نص كاس هو باش غنسقي الكيكه ديالي. المهم البنات غنديروا طريفات ديال الشوكولاط، وغنديروا دانون مسوس، معلقه ديال دانون مسوس، وغنديرهم في حمام مريم. البنات من بعد ما داب لينا الخليط غادي نزيد عليه واحد دانون دانيت شوكولا. المهم البنات هذه هي الكيكه ديالنا. من بعد فاش خرجناها كنتقبها أو كنسقيها. يا البنات. المهم البنات السقوة خاصها تكون باردة، والكيكة بحر فاش تكون بحرة خرجت من الفران والسقوة تكون باردة أو العكس البنات. مهم البنات كنوزعوا الخليط. من بعد ما بردت لنا الكيكه كنوزعوا الخليط. الغزالات ديالي انا رجعت معكم بعد ما زوقت الكيكه ديالي. المهم البنات هكا الزوق على حسب اللي بغى يزوقها باي حاجه، المهم زوق اختياري. مهم البنات هذه هي الكيكه، جربوها كتجي زوينه 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 بزاف وسهله واقتصاديه ديال الناس البسطاء. المهم البنات داكشي اللي عندك في الدار كتقضي به. المهم كنتمنى البنات تعجبكم، وما تنساوش البنات الاشتراك في القناه ديالي ولي لايك وشكرا.
هما البنات من بعد فاش قطعت الكيكه ديالي، ها انتم البنات شوفوا كي كتجي غزاله يا البنات، غير جربوها وغتعجبكم بزاف.